السلام عليكم أعزائي الطلبة، بالبدء أحب أرحب بكم في المحاضرة الأولى المخصصة لتعلم الرسم الإنشائي باستخدام الحاسوب CAD Construction Drawing، والمخصص لطلبة المرحلة الثانية في كلية الهندسة بصورة خاصة، وكذلك الأشخاص المهتمين بالتعامل مع المخططات الإنشائية بصورة عامة، حيث نعمل على رسم كافة المخططات الخاصة لمشروع معين، ويشمل ذلك رسم كافة التفاصيل الإنشائية للطوابق المختلفة للمنشأ، بالإضافة لرسم المقاطع المختلفة الخاصة بالأجزاء الإنشائية. ستكون الخطوة الأولى بهذا الاتجاه هي القيام بعملية تحميل وتنصيب البرنامج الذي سنعمل على استخدامه، ولهذا الغرض نعمل مثلا على الذهاب الى موقع Earthlink مثلا، والكتابة في المكان المخصص للبحث كلمة AutoCAD والضغط على البحث، فتظهر لنا العديد من النسخ المخصصة لأعمال مختلفة. هنا نسخة 2008، هنا خاصة للهندسة الكهربائية والميكانيكية، هنا لتحويل الصور لملفات أوتوكاد، هنا خاصة نظم معلومات الجغرافية ورسم الخرائط GIS والمساحة، هنا تستخدم تصميم نماذج الوحدات الصناعية ونبض الغاز، نسخ مختلفة حسب طبيعة الاستخدام. نظم معلومات كذلك، سنعمل على التصفح للوصول إلى النسخة التي فقمت باستخدام هذه النسخة لعدة أسباب. الأول هي نسخة حديثة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الإكراك أو ملف التفعيل خاص بالبرنامج. النقطة الثانية، قام برفعها أحد الأشخاص المعتمدين أو من أفضل الأشخاص قام برفع، أي أنه مصدر ثقة في هذا الموقع، ولم تحتوي على ملفات الجاسوس وغيرها. النقطة الثالثة والأهم هي صغر حجمها مقارنة وبقية النسخ. هذا النسخ قديمة، هذا النسخ حديثة لكن حجمها أكبر. نقوم بعملية تحميل هذه النسخة هذه النسخة. ضغط على داونلود واختيار مكان مخصص لكم مثلا صفحة المكتب، ومن ثم سيف. أنا قمت بتحميلها مسبقا، هي هذه، لذلك لا داعي لذلك. بعد إكمال عملية التحميل سنعمل على الضغط عليها واختيار هذا الجزء لكي يتم فتحها وتجميعها جميعها في مجلد يحمل نفس اسم البرنامج، وهو Autodesk Version 2021 لنظام التشغيل 4.6. بعد إكمال عملية فتح الملف يظهر لدينا هذا المجلد، سنعمل على اختيار هذا الجزء ومن ثم الضغط مزدوج او الضغط ومن ثم اوبن، والقيام بعملية التنصيب الاعتيادية الضغط على نيكس 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 والموافقة على جميعها. بعد الاكمال ننتظر قليلا، نقول له اوكي ومن ثم نستكمل عملية التنصيب الاعتيادية. بعد اكمال عملية التنصيب نعمل على فتح مجلد إكراك، ومن ثم كليك ايمن لغرض
قيام عملية نسخ ومن ثم الذهاب إلى أيقونة البرنامج الظاهرة على سطح المكتب، ضغط عليها ثم نختار Copy File Location أو فتح موقع الملف، ومن ثم نعمل على نسخ هذا الملف. الملف موجود مسبقا لدي هنا، بالتالي لا داعي لعملية أو القيام بعملية النسخ. وبذلك نقوم قمنا بتحميل وتنصيب وتفعيل هذا النسخة من البرنامج. سنعمل في هذا وننتقل بعد ذلك للخطوة التالية، وهي اختيار أحد المقتضيات الإنشائية. هنا عديد المقتضيات الإنشائية سأعمل على رسمها حسب ما يسمح لي الوقت في هذا العام أو في هذا الكورس الدراسي. سنبدأ أولا بمناسيب مختلفة، هنا البيسمنت، هنا الجراوند أي السداب، ثم الطابق الأرضي، ثم الأول والثاني والثالث والرابع، ثم مقاطع ستيل أي حي التسليح وما تحتوي من مقاطع إنشائية. في هذه المحاضرة سنعمل على رسم هذا الجزء المحاضرة الخاصة بنا، ومن ثم سنعمل على رسم المقاطع الإنشائية المحاضرة القادمة. النقطة الأهم عند الرسم في المخططات الإنشائية هي عملية تحديد السنتر لاين. هنا تأخذ العبارات A B C D E F G H وتكون باتجاه العمودي واحد وحتى الخمسة التي تكون باتجاه أفقي، حيث تكون هذه نقاط دلالة أو النقاط المشتركة ما بين الطوابق المختلفة للمنشأ الهندسي. لغرض القيام بذلك سنعمل على فتح برنامج الأوتوكاد والضغط على نيو واختيار دي درون فايل والضغط على أوتوكاد أي أكاد أي رسم ملون. سيكون الملف لدينا بالحالة الافتراضية بهذا التسمية بهذا الشكل وبهذه التسمية هي أوتوكاد. سنعمل تعملون أعزائي الطلبة على الضغط على سيف، ومن ثم تسمية كل شخص طالب سيعمل على تسمية العمل الذي سيعمل على رسمه وهو مطابق الذي سيقوم برسمه باسمه الثلاثي نقوم مثلا بلاي لاحظ معي طيب أبدأ أزول هنا قام بنسخ إصدار 2018. لا يوجد لدينا مشكلة أن يتم برسم بأي إصدار من هذه الإصدارات التي تقومون بخزنها بها، كون أننا نتعامل مع آخر أو أحدث نسخة وهي 2021 كما 2018 ومن ثم سيف. وبالتالي سيكون لدينا سماحة الأعزاء الطلبة لأنه هذا الملف هو وصف لديه نوع الاسم الخاص وهو المطلوب منكم لكي أقوم بإعطاء الدرجة لكل تقييمكم وإعطاء كل درجة لكم. سنعمل أولا على إخفاء هذا الجريد، أتأكد بأن الملف مخزن لدي وليس لدي أي. هنا سننتقل هذا يتم تناوله في الأجزاء المستقبلية عند الطباعة. لاحظ معي بأنه عند الطباعة هذه يتم استخدامها عند الطباعة كما تم التعريف في المرحلة الأولى. سنعمل أولا على رسم نقطة المركز أو السنتر لاين الخاصة بنا،
ويتم هذا عن طريق اختيار نقطة من النقاط، ولتكن مثلا هذه النقطة التي سنعمل على بدء رسم منها، ولكن سنعمل أولا على رسم السنتر لاين باتجاه هذا الاتجاه ومن ثم باتجاه. ستكون تعمل على تدوين هذه القيم لكي لا أظهر رسم مرات متعددة عند التنقل ما بين الأوتوكاد والبي دي اف، ويفضل قيام عملية طباعتها أو سحبها أو جعلها مقابل لديكم على الموبايل عند القيام عملية رسم على الحاسوب. هنا سأعمل أولا لأغراض تنظيمية إنشاء طبقة جديدة وتكون تسمى سنترز، تكون بأي لون، يكون مثلا هذا اللون هو واحد من الألوان، ويكون مثلا 133. اوكي، دعونا من نختم اختيار هذا اللون 133 لون. هنا سنتحدث عن سنتر لاين، لذلك يجب اختيار اللون. بعد اختيار اللون سنعمل على اختيار الخط المناسب له وهو سنتر. هنا سنتر، اوكي، نأتي على السنتر ومن ثم اوكي. ننتقل بعد ذلك الى مقياس الرسم الخاص بنا. هنا مقياس الرسم لحال اعتدل عبارة عن المليم، سنختاره ومن ثم نجعله 2 بالمئة. اوكي. بعد ذلك سنعمل على استخدام اكس لاين او كونتينوس لاين كونتراكشن لاين هذا، او الضغط على اكس ال من لوحة المفاتيح، ونحدد نرغب هنا برسم خطوط عمودية، نختار فيرتيكال، ونختار له النقطة تكون مثلا 0.0. هنا نتعامل مع 2 دايمنشن، ولا داعي لإضافة صفر ثالث كونه لا يوجد زد اكسس. ومن ثم قيام عملية نسخ، نعمل على تشغيل اورثو لهذا الاتجاه تكون القيمة هنا 1.73. انتر، هذه 1.73. هنا كوي النقطة الثانية عبارة عن 5.6. كليك أيمن. هنا قام بإعادة آخر أمر، يمكن القيام بذلك عن طريق أوبشن، كتابة أوبشن، ومن ثم الذهاب إلى تفضيلات المستخدم والذهاب رايت كليك. عن طريق هنا خيار الافتراض للبرنامج سنعمل على اختيار هذا الخيار، حيث يعمل على إعادة آخر أمر قمنا بتنفيذه، وهو فينا قمنا بعملية نسخ وضغط كليك أيمن سيعيد عملية النسخ، عملية نقل سيعيد عملية النقل، وهذا مفيد أي لا حاجة لقيام. لاحظوا مجرد كليك أيمن ظهر لنا هذا الأمر وأنا أضغط إعدادات، قمنا بعملية النسخ. هنا كليك أيمن كوي لهذا الاتجاه 1.9، انتر، كليك أيمن عاد عملية النسخ، كليك أيمن انتر 9.3، انتر مرة أخرى كوي بهذا الاتجاه 1.9، كليك أيمن، هنا كليك أيمن هذا الاتجاه 5.6، انتر. لاحظ معي كليك أيمن إعادة أمر الكوي، لاحظ معي عملية النسخ كوي هنا، لاحظ معي عزيزي الطالب هنا جزء عند قيام عملية النسخ، ما الذي ظهر لدينا؟ تفعيل خيار الكوي. بعد اختيار الأمر نضغط كليك أيمن مرة أخرى دون الضغط انتر أو مسطرة، هاي السرعة هاي توفر لنا سرعة أثناء الرسم.
سنعمل على الأظهار هما الخيار باللوحات التحكم الذي تتيح لنا هذا العمل. بعد اختيار 5.6 نعمل بهذا الاتجاه مثلا 1.3 و7. انت نعمل هاي اوبي اوبشن هاي تتاك بفرمة نعم هنا نعم هنا هنا انت هنا لحظة edit mode لاحظ معي اذا لم يوجد هناك اي امر قمنا بتنفيذه او اي اعاز او اي عنصر قمنا باختياره فعند الضغط على right click سأعيد الامر الاخير وهو كما قمنا به وعملية النسخ. اذا قمنا اكثر من امر يعني اكثر من عنصر قمنا باختياره فعنصر ايمن هي عبارة عن القاء نافذة shortcut. اما في حالة command mode command اي لوحة enter فيعمل right click على تنفيذ هذا الاعاز اي تنفيذ او انتر لهذا الاعاز. بعد رسم المحور الافقي سنعمل على تحقق من الابعاد الخاصة به هنا 1.73 annotation هنا continuous سنختار select من هذه النقطة لدينا الخطأ صحيح هنا هنا 1.9 صحيح هنا 1.9 صحيح هنا 9.3 صحيح ومن ثم 5.6 تمام ومن ثم 1.73 تمام. هنا بعد التحقق بأن الأبعاد هي سليمة سنعمل على رسم السنتر لاين لاتجاه العمود. سنعمل على انتقال تأكد بأن السنتر هي واقعها ومن ثم اختيار أما هذا يعني construction أو كتابة XN. هنا نرغب بكتابة رسم خط أفقي إذا كان سنعمل على اختيار horizontal ستكون نقطة البداية مثلا 0 بارزة 0 انتر تلاحظون قطامة تحديد 0 وبهذا الاتجاه. بعد ذلك سنعمل على رسم المحاور ابتداء من المحور الافقي الاول الذي يبتعد 2.71 3.88 7.9 7.8 7.75 و 1.23 ويتمثل حدود الرسم الخاصة بنا. الرسم الخاص بنا. هنا كوبي لاحظ معي عندما يكون لدينا أحد العناصر هو المختار عند الضغط والكليك أيمن يظل لدينا قائمة مسدل. هناك عديد من الخيارات كوي سيلكشن بهذا الاتجاه نختار نعم فورمي 71 ثم كوي سيلكشن بهذا الاتجاه
83.88. كليك أيمن، هذا كليك أيمن بهذا الاتجاه. 7.9 انتر او كليك ايمن من ثم في هذا الاتجاه. 7.8 كليك ايمن كبوي سلكشن بهذا الاتجاه. 2.75 انتر. انتر 1.23. سلام على التحقق من هذه المسافات. لما هذا الموضوع من أهمية كبيرة؟ سنتر لاين هنا وهنا 2.71 روتيشن كونتينيوس 3.88 7.9 من ثم 7.8 من ثم 2.75 من ثم 1.23 اوكي. هذا نجم. نعم انا تخلص من هذه. خلص من هذا القيم، وبالتالي نكون قد قمنا بتحديد المراكز او السنتر لاين الخاصه برسم خاصه برسم. بعد ذلك سنعمل على اختيار نقطه والتي سنعمل على اعتبارها النقطه التي سنعمل على رسمنا. أفضل أن يكون الرسم دائما من نقطة بحيث يكون الرسم بالربع الأول يكون قيم موجبة، أي قيم X تكون موجبة وقيم Y تكون موجبة. لذا سأعمل على اختيار هذه النقطة لتكون مركزا لرسم الجدران وللأساس وللأعمدة واللي هي عبارة عن تقاطع المحور الأول مع المحور جي. لذا يجب تسميتها المحاور لتسهيل عملية الرسم، كون سنعمل على اختيار المحاور عن طريق اسمائها ومن ثم الرسم ضمنها. نقول اولا هنا المحور هج. نقول مثلاً سنعمل هذا هو رسم مستطيل من هنا لغاية هنا. هذا هو المستطيل، يكون مثلاً لونه أحمر، ومن ثم القيام بعملية سكيل في النقطة، تكون مثلاً هنا من المنتصف وهنا المنتصف، هنا التقاطع بينهما. نقول 1.25 هنا سنكون وقمنا بتحديد الأجزاء المحاور التي سنعمل على استخدامها. بعد ذلك نعمل على استخدام هنا تريم. هنا لا حاجة لها. وهنا وهنا هنا. وبالتالي سنكون هذه المحاور متناظرة متساوية. بعد ذلك نعمل على إضافة أسماء هذه المحاور كتابة سيركل مركز، ويكون مثلاً وين 5 انتر. نعمل على move
في هذا الحال نعمل على إضافة كتابة، الكتابة الخاصة بنا تكون مثلا تكست هنا، تكست نختار مثلا ستايل جديد نيو نسمى مثلا تكست. هذا جميع هذه التفاصيل أنتم مطالبون بها، عليكم أن تكون موجودة ضمن الملف اللي تعملون عليه تنصيبه. اختيار مثلا كتابة نيو رومان، ارتفاع الكتابة اللي تكون مثلا ارتفاع الكتابة مثلا بوينت تو فايف مثلا. اوكي، اختيار نوع الكتابة سنجل لاين. هنا الدوران روتيشن يكون صفر، الكتابة افقية، الكتابة يكون مثلا هنا اتش. نعمل على تكبير قليلا اتش، نقول مثلا 0.4. اوكي اوكي، هذه لن تقوم مع التنفيذ، لذلك من البروبرتيز نعمل على تكبيرها وتكون مثلا هنا 0.4. مناسب. موف اتش. بعد ذلك سنعمل على نسخها او سلكشن بالاند بوينت. اند بوينت نعمل على عادة تسميتها هنا اتش. نبدأ هنا بسهولة كابس، نعمل على تفعيل كابس اي بي سي دي اي اف جي وبالتالي اتش. نعمل على نسخ اي واحدة منها تكون مثلا هذه كوبي سلكشن من ثم وضعها هنا. المحور الاول هو هنا الفاونديشن، المحور الاول سيكون هنا كوادرنت اي نقطة هنا 1.71. تمام، هنا سنعمل على ضبط واختيار رقم 1. لاحظ بأنه تسحيف قليلا، سنعمل على سحبها وضعها في المنتصف ومن ثم كوي على 5 مواقع 1 2 3 4 5 هنا فاونديشن 2 3 4 5. هنا قمنا وضع، إن كنت ترغب بتلوينها بلون آخر يكون مثلا ليس بهذا اليوم، يكون مثلا هذا اليوم يتم لا اكثر ولا اقل. انا افضل دائما استخدام بايت عملية الخزن. يفضل دائما ضغط على اوبشن ومن ثم انتر، اذهب الى سيف واختيار تفعيل السيف اوتوماتيكي للتشغيل كل دقيقتين، وذلك لضمان عدم حدوث اي خطأ او اي مشكلة أنت لم تعمل على خسارة جزء كبير من العمل الذي قمت بإنجازه. سيف يوزر بيرفورمانس كلر. تلاحظون بأن هنا قمت بتحديد اللون كومنت، هنا تلاحظون كأنما
كلمة حاسبة أو كمبيوتر أو برمجة هم وضعوا الخلفية الخاصة باللون السوداء والكتابة هي باللون الأخضر. تظلنا بهذا الشكل. بعد تحديد هذا الجزء سنعمل على رسم هذا مثل اختيار تلاحظون أعزائي الطلبة بأنه سنعمل على استخدام المحور الأول هو الأفقي رقم واحد مع المحور العمودي المسمى جي ونعمل على اختيار رسم هذا الجزء الذي سيكون في المنتصف يكون في المنتصف C5 سيكون بأبعاد هو عبارة عن point 6 في point 3 أي مستطيل طول ضعف أي مندمج. سنعمل على ذهاب هذا الجزء هنا الأول وهنا G أي سيكون موقعه هنا. سنعمل على اختيار طبقة مسمى أعمدة جعلها اختيارين يكون لونها يكون مثلا أخضر 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 نوع الخط مالته هو continuous وليس center line وجعلها هي الطبقة الحالية ثم الأوقع. هذه هو الموقع الخاص بنا. سنعمل على كتابة أما كتابة REC من rectangle أو اختيار هذا العنصر rectangle. أنا أعمل دائما على استخدام الاختصارات للسرعة. ثم هذا اتجاه لهذا الغرض قمت بالتحديد النقطة من هذا الاتجاه ليكون الرسم دائما القيمة نعمل على عطائها موجبة at 0.6 فارزة 0.3 انتر هذون موف من هنا الى هنا. هذا الخيار هو سناب تريك لاحظ معي تريكينج اي تعقب اي انه يتعقب هذا مع هذا هذا هو تريكينج ثاني منتصف وضعه هنا في منتصف الشكل. بعد ذلك اختيار هاتش اتش انتر سنعمل على اختيار سيلكت اوبجكت سبيك انتر هذون القائمة بعمليات كما تلاحظون اعزائي الطلبة. بعد تحديد هذا الجزء سنعمل على رسم بعد تحديد النقطة الأولى رسم خاص بنا هذه النقطة سنعمل على تحديد رسم هذا الجدار هذا الجدار هنا جدار كونكريتي هنا جدار طابوقي تينينج وول جدار ساند تينينج وول هنا جدار طابوقي. تلاحظون بأن هنا من هذه النقطة سنعمل على في نهاية العمود يأتي الحافل الوجه الخارجي الجدار الذي هو يكون بعرض مقداره 0.2 يبتعد هذا من الحافة الخارجية وحتى الداخل بمسافة مقدارها 1.76 ومن ثم يأتي 0.2 الجدار ومن ثم الفونديشن 0.6 الذي يكون مجموعها هذا المقدار 2.71. هذا الرسم سنعمل على نسخ كابل سيلكشن هنا في النهاية ومن ثم كابل سيلكشن هذا الجدار نعمل على الأورثو ثم كابوينتو انتر تكوين طبقة تكون مثلا تسمى walls أي جدران تكون بلون مثلا
لتكون مثلا هذا اللون، هذا اللون، نعمل على نقلة هنا وهنا، كل منها موز، هذا الشكل، هذه النقطة. سوي سلكشن، يكون هنا العمود في هذا من هذه النقطة إلى هنا، يكون مثلا هنا كذلك walls. من هذه النقطة، من هذه النقطة، هذه وجه العمود، سيكون الوجه الآخر الجدار والذي مقداره 1.76، ومن ثم سوي سيلكشن 1.76، ومن ثم جدار السمك 0.2، بعد ذلك اجي عندك هنا 0.6، 0.6 تمام، لان من الحافه من الفاونديشن. تابع التخلص من الاجزاء الزائده عن طريق الضغط على تريم. بعد ذلك هنا لا نحتاج هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. هنا الجدار، هنا كذلك كوبي سيلكشن 0.4، او ضغط على اوفست او سمك هنا او اوفست وضغط على 0.2 واختيار هذا الجزء المحتمل هنا، ومن ثم اختيار هذا الجزء ثم ترم تي ار تمام تخلص. تظن معي هنا الرسم، هذا جهاز المنطقة، هذه تبتعد هذا الحافة عن هذه الحافة مقدارها 5.4 ومن ثم 0.2. خمسة بوينت أربعة انتر من ثم اوفست انتر هذا الجزء. نعمل على استخدام امر اخر، لاحظ تكرار، سنعمل على استخدام الامر شامفر ولتكون هي المسافة صفر. لاحظ معي يجب ان تكون المسافة صفر لكي يعمل على التنفيذ بهذه الحالة. اختيار هذا الجزء وهذا الجزء ومن ثم هذا الجزء وهذا الجزء. لاحظ معي أقامة برسمة مسطرة تكراره هنا وهنا هنا وهنا واحد بهذا الاتجاه نكون قد قمنا برسم هذا الجزء هذا رسم جزء آخر. سنعمل على
استخدام أمام المرض للتسجيل. شامفر سلام على هذا الجزء كذلك سي 5 كذلك بين الواحد والبي الواحد والبي هذا من البي في المنتصف كمل سلكشن انا انا واحد والبي هذا هو واحد منهم هنا هنا كابوي سيلكشن هنا لهنا ومن ثم فور انتر بوينت تو من هنا فور انتر مسافة بوينت تو انتر اقل من النصف تمام اقل من المنتصف وول هذا الجزء الخاص بنا هذا الجزء العمودي جزء آخر سيكون على نفس المسافة مقدارها 5.4 من ثم O انتر بوينت 2 نوافق عليها من ثم من هنا إلى هنا سلام على إمدادها لهنا عن طريق اختيار الأمر كستين كومت هذا العنصر وهذا العنصر بالسرعة من ثم اختيار أمر ترم غرض أمر ترم للتصفية هذا لا أحتاجه ولا 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 لا أحتاجه الجزء الثاني هذا هنا نحتاجه هنا نحتاجه هنا نحتاجه هنا نحتاجه هنا نحتاجه هنا 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 هذه الأجزاء نحتاجها هذا الجزء من ثم هذه التحويل الى طبقه الفونو من ثم هاك سيلك اصبح لدينا فورم اخر في هذا الموقع تعظم هنا امون امون شامفر هنا وهنا مصدر اوكي كلمه هنا وهنا هل قمنا بالتالي برسم هذه المنطقة خاصة بنا نظن بأنه جميعها سي 5 سي 5 سي 5 هنا في المنتصف هنا قمة بالتسقيفة ليس في المنتصف وإنما المركز زاحف باتجاه اليسار ومقدار 0.1 وهنا مناظر له اي عند الاي والدي الاي والدي بينما سيكون في المنتصف بالاف والسي هنا بالسي سيكون في المنتصف كوي سيلكشن تعقب هنا تعقب من هنا في المنتصف هنا بالبندقيان في المنتصف هنا هذا سيعمل على تسقيف لاحقا
أنا سأعمل على تصحيح الغلطان. تم تصلاحه معي. تمام. تم دقة العمل. نعم ضعي منه. تم انتصر. هذا سأعمل على تصحيحه. موف. هذا الاتجاه. بوينت 1. هذا هناك عكس الاتجاه، هناك على اليسار وهنا على اليمين. بوينت 1 هنا فاك، هنا فاك. ثاني نكون قد اكملنا هذا الجزء من الرسم. ننتقل بعد ذلك رسم بقية الأجزاء. هنا يستمر يستمر لغاية هذا العمود، يستمر يستمر لغاية أين يستمر لحد 5. يكون جدار بسمك، هنا جدار بسمك بوينتو، هنا لاحظ ماي بوينتو، ولكن الجدار هنا يصبح 0.25. اوكي 5 هنا. ها نعمل على استخدام كوين نصف المسافة 0.25 و 1 point. ثم هذا الجام وهذا الجام سنعمل على تحديد هاتين الجزئين، ننقلها الى الوول بالتالي، ومن ثم جامفر بعد جامفر مرة أخرى، وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا خارج مع خارج وهذا مع ها يكون هذا الشكل. وانت اقترب على مسافة دارة هنا، لا توجد المسافة لم تذكر هنا، هنا المسافة قد ذكرت. المسافة هنا مقدارها 7.55 من الحافة الخارجية للجدار، وحتى الحافة الخارجية للجدار الذي نتوقع أن يكون مصعد، مصعد أو دراج أو سلم. لذلك يكون من الكونكريت، لاحظ معي يكون بالسموك 0.25 25 سنتيم. هنا 7.55 لاحظ معي من هذه النقطة كابل سيلكشن هذا الجزء 7.55 هذه، ومن ثم هنا 0.5 نعمل صعود الأعلى لكي نعمل بعد ذلك انتقال المسافة هذه وهذه وهذه. هذه 7.55 ومن ثم 0.25 ومن ثم 2 ومن ثم 0.25 هنا كوي سيلكشن 0.25 ومن ثم كوي سيلكشن 2 ومن ثم كابل سيلكشن 0.25 هذا المصعد الأول. هذا يبتعد عن الحافة هذه 0.5 من الخارج، هذه كابل سيلكشن هذا الاتجاه 0.5 من ثم هنا هذا الاتجاه 0.25. سنعمل على استخدام الأمر جامبر هذه مع هذه وهذه مع هذه هذه مع هذه وهذه مع هذه لا نحتاجها. لا بعد ذلك هذه الحافة تبتعد عن هذا الجدار الكونكريتي، جدار الطابوق
0.2.9 ومن ثم 0.2 ومن ثم 1.85. نسوي سلكشن كل مسافة 2.9 ومن ثم كبو سلكشن 0.2 ومن ثم كبو سلكشن تكون مقدارها هذا. نعمل على استخدام هذا على استخدام هذا هذه كبو سلكشن وتكون مقدارها 1.85 وتكون الحلقة الخارجية بس خاص بها. سلام على الاختيار إعاز مقدار لينكدين هو modify لينكدين نختار تي توتال مقدار الطول الكلي هو 3.5 هنا وهنا بدون لا نلعب على رسم أو حدث كون هذا المقدار هو هنا ونكتب هذه نعمل على سلسافة كابل هكذا هنا مقدار 2.9 هنا 2 أي مقدار زيادة 0.2 نعمل على استخدام لاحظ مع عزيزي الطالب أني لن أحاول أن لا أكرر نفس الإعادة أستطيع أن أعمل على رسم مرة أخرى ولكن سأعمل على استخدام أمر Stretch واختيار هذا الجزء ثم Enter وأخذ مقدار الزيادة تكون 0.9 لحظة أقام بالرسمة هذه لا نحتاجها بعد بالتالي هنا 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 سامعنا نقلها لدى كل من الطبقة نفس الطبقة كولوم كولوم نكتب الكولوم الكونكريت على العمل سوليد هنا سوليد وعليك ما لها لاحظ السرعة أسرع أصبح لدينا هذا الجزء كامل كامل لدينا. بعد ذلك بعد كمان رسم رسم هذه الأجزاء
نعم حلفاء مثلا هذا جزء سنتر وجعل الوون هو الطبقة الثانية وإخفاء الكورة. نعمل على الطبقة الحالية نرسم بوليلاين بوليلاين اختيار هذا الشكل ونضمه بوليلاين ونختار جوين قام تحويل عناصر مختلفة إلى عنصر واحد هنا نفس الحالة يبقى join تحويلها إلى عنصر واحد. لماذا قمت بهذه العملية؟ لكي عندما أقوم باختيار الهاتش بتكون مثلا وون 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 يكون جدار هذا الشكل هذا الشكل اختيار select object هذه انت scale غير مناسب دبل كليك scale يكون مثلا هذا الخيار ستكون point or two انت ولا غير. لاحظ معي إذا أمر هاج أمر أمر واحد بسيط وسريع. نعيد إذا هذا طبقات الجدران هي هذا جدار وهذا جدار وهذا جدار وهذا جدار تكون متكررة اختفى المقاس ولكن السرعة ساعاكم اعتمادا نفسها ثم سأعمل على تغييرها هنا C6 مقداره 0.4 بدلا من 0.3 C6 يكون تقاطع اثنان مع اف اثنان هنا اثنان وهنا اف اي نختار كمان نختار مستطيل نختار هذا كان شيفت ات 0.6 0.4 موف منتصف ومنتصف الى المنتصف هاتش ننسخ إلى سي واثنان كوبي هو سلكشن من المايكل سي ونسي سي واثنان هنا الذي يأتي بعده كذلك هو سي في ثلاثة تعليم كوبن كوبن سلكشن نقل عن نقطة هو C2 مقدارها C4 أي نفس المقاس القديم C4
فور وبيس ريدكشن. هنا نرجع عمله هي سي 2 وسي 2. وبيس ريدكشن من هنا عمودي دائري و سي 1 سي 1 سي 1 مقدارها 0.6 موجود في اربع اماكن سي و اف 2 و 3 سي و اف 2 و 3 يعني 2 و 3 سي هنا هنا ده آسف دي نعم دي نعم هنا دائرة دائرة ما سيوان بوين سيكس دائرة نصف خطوة 0.3 هاتش هنا هذا نفسه موجود عندنا المحور اي المحور اي هذا هو المحور اي هذا يكرر المحور الثلاثة أكون هنا تمام أحمر هنا أعمل C4 هي مقدارها 0.7.2 هنا كولوم أفتح مستطيل أفتح هذه النقطة هي Shift Alt 0.7 تجاه عكس الموجب وهنا قصة 0.2 5 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
مركز السين. مركز السين هنا سي فور، مركز في السين وسي فور في الاف. سلكشن
المنتصف بالسين والاف، بالسين والاف، اف 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 ناخذ هنا هنا نكون هنا نكون نحن فنتمنى الخصم الخاص بنا نعمل الآن على وضع الأبعاد والأسماء. هنا كان طبقة من طبقة تكس، يعني طبقة تكس، راح إلى طبقة دايمنشن. ثم على تسميتها حسب الحاجة. الدائري فهو وين؟ ستة ستة
نسيت نسيت بدأ من واحد أصبح ثلاثة بعد ذلك نعمل على وضع الأبعاد تكون مثلا dimension طبقة جديدة dimension أبعاد هي الطبقة الحالية تكون مثلا هذا النوع نعمل على rotation نعمل على standard set current modify نعمل على هذا by layer هنا by layer هنا حسب رتبة المستخدم 10 هنا 1 ريفلت برايمري وحدتين فقط اوكي بعد ذلك نعمل على اختيار دايمنشن للواقع الحال نختار عنوان الواقع الحال هذا الواقع الحال ثم من الروتيت نختار كونتينوس تكون بالصورة أسرع من ثم واحد جديد هنا وكونتينيوات بعد وضع الأبعاد هنا نعمل على وضع الأبعاد الداخلية كل لحظة هنا من هنا إلى هنا تقريبا من هنا إلى هنا تقريبا من هنا إلى هنا تقريبا هنا
هنا من هنا بوينت 1 هنا عدلها هي الطبقة الحالية استكمل وضع الأبعاد هنا بعد 6 تمام
6 من هنا إلى هنا للخارج، من هنا للخارج، من هنا إلى هنا للخارج، هذه 6. هنا البعد، من هنا إلى هنا، من هنا نقل كل حد ثم بإضافة جميع الأبعاد. أما الأجزاء الباقية مثلا للكتابة، مثلا أنا يوجد retaining wall. نعم، بعض 65 كونكريت، نعم بعض 65 عندنا طبقة كونكريت للمقاحات، من هنا من هنا شيفت بلات، نعم بعض 65 هوريزن بوينت 2 هاتش، نعم أسفل كوي سلكشن، من هنا كتابة واحدة ساعة مع إضافتها للتوضيح كيفية ضبط الكتابة. من هنا نوتيت داب على التشير اختيار قطع ست كانت، من ثم موديفاي، نعمل على تحديد الفورمات، يكون مثلا هنا فايل لاير السايز سيكون كذلك نفس الحالة بالدايمنشن نفس مساوي حجمه بس 1.5، وهنا البريك مقداره واحدة واحدة. هنا عدد الوحدات هون، هنا الآن سيتنج ستكون 0.5 وهذه ستكون 1. تمام، لاحظ الكونتنت هي عبارة عن ملتي تكست ستاندر، اللون سيكون فايل اير، ارتفاع الكتابة 0.2 والجاب 0.25. اوكي نبدأ نطبق التكست حاليا، التأشير من هنا برضو أدعنا كتبنا نكتب مثلا retaining wall، نعم انتر. لهذا الغرض قمنا باضافه مالتي تيكتس وليس سنجل لاين. بوينت 1 انتر انتر خارج.
اكشن. ايش يعني هذا الجزء؟ كتاب عبارة عن ريتينج وول 2.5 صفحة. واحد آخر سلكشن من هنا إلى هنا، أعمل اختيارا من أول هذا كذلك. يوم ستايل هنا ريتينينج وول يوم ستايل تخرج كذلك سلكشن من هنا هذه سنعمل، هذه سنعمل على نقلها للداخل 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 نقلها للقاطعة مع الكتابة الخاصة بنا. وبهذا نكون قد أكملنا جزء رسم. هنا توجد كتابة تعمل إضافتها لنختم شوية تعبر عن التسليح. هذا هو في عبارة عن باي آت مهم كيف نوضحها درون. هنا سنختار هذا الشكل مثلا، هذا الشكل، ومن ثم نعمل على وضع ملء هاتش تقدر خطوط متعامدة خطوط متعامدة، لا يوجد خطوط متعامدة نستخدم خطوط أخرى ونعمل على تدويرها مثلا. هنا مثلا هذا شكل اسكيل آخر تفريق هنا نوع آخر تفريق نعم هنا كتابة خلف كتابة بين هذا اليسار هذا جزء حرف الاف من كلمة باي 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 16 آت آت 150 مليمتر سنتقص توب آن بوتوم أنا نعمل توب آن
اتجاهين، اي بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. هنا حرف الاف نعمل على الاختيار يونيفرسال يو ار اس تي يو حرف الاف حرف الفاي سنتر تو سنتر. طبعا حاجة قليلة مو وهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى ختام المحاضرة الخاصة بنا لهذا اليوم. نأمل أن نلتقي بكم في محاضرة في الأسبوع المقبل. أحب أن أذكركم بأن الواجب المطلوب منكم إنجازه هو إعادة رسم هذا العمل الذي قمت بشرح كيفية رسمه وتثبيته ضمن منصة المؤتمر. تحياتي لكم، إلى اللقاء.